النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. هذه الليلة أجواء معتدلة إلى لطيفة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان بحدود 20-21 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، نتوقع أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، أو يوم الأربعاء بتكون الأجواء معتدلة بشكل عام أثناء النهار لكنها لطيفة أثناء الليل، والعظمى المتوقعة في عمان يوم الأربعاء بحدود 29-30 درجة مئوية، انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن الأجواء لطيفة أثناء الليل مع انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة وظهور بعض السحب المنخفضة، والصغرى المتوقعة 16 درجة مئوية. يوم الخميس انخفاض واضح على درجات الحرارة، أجواء لطيفة بشكل عام، درجات الحرارة أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية، والعظمى المتوقعة 26 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب المنخفضة. لكن أثناء الليل أيضا أجواء لطيفة وأيضا رطبة، وبالتالي هناك فرصة لتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، والصغرى المتوقعة في عمان 16 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا أجواء لطيفة أثناء النهار وأيضا لطيفة أثناء الليل لكنها تميل قليلا إلى البرودة خاصة في ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة يوم الجمعة بحدود 26 درجة مئوية، بينما الصغرى المتوقعة يوم الجمعة 18 درجة مئوية. ملخص الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، كتلة هوائية معتدلة إلى لطيفة الحرارة والرطوبة، طقس صيفي معتدل إلى لطيف أثناء النهار وأيضا لطيف أثناء الليل، وتميل الأجواء إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر خاصة من مساء يوم الأربعاء وحتى صباح يوم السبت. تبقى هذه الكتلة اللطيفة والمعتدلة الحرارة والرطوبة تؤثر على المملكة. إذن طقس معتدل أثناء النهار إلى لطيف ولطيف أثناء الليل بشكل عام خلال الثلاثة أيام القادمة. أعزائي المشاهدين، من طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء.